السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تداول ناشطو المواقع التواصل الاجتماعي هذه الصور لهذا الحادث، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في منطقة بعض المناطق من أصاب لحادث سيارة هذه، وانظر يعني كيف طاحت من أعلى الجبال الشاهقة، وكيف يعني تكسر الحديد كيف بالبشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البعض يقول أن الضحايا قد ارتفعوا إلى 13 رحمة الله تغشاهم، و انه يعني بعضهم يقول من سبب يعني اهمال السائقين للصيانه، والبعض يقول ان الطريق، والبعض يقول ما في حواجز. هنا نشاهد يعني جميل النهار يقول قد عدد المتوفين ارتفع الى 13 شخص رحمه الله تغشاهم. ايضا هنا عبد الحميد ابو عيد يقول والله التدخل السريع، انهم يشيلوا السيارات التالفه، المفروض يعني يشيلوا التالفه، ولا يعني خلوه يجدد اوراقه ويفحص كل شيء. صادق النهاري هنا يقول صالون عليه 30 راكب معقول، ولا باص على السواقين يحملوا بقدر المستطاع، يعني حمل له ركاب كثير وراحوا كلهم ما بين ما توفي وقريح. نور الدين صابر يقول شوفوا كيف الحديد انتهى وتحطم، كيف عاد الناس، كيف عاد الأرواح، يا رب ارحمهم واشفي جرحاهم يا رب رحمتك. عبد العزيز النوبه المطحن يقول يجب توسيع الطريق ووضع جدار ساند يحمي السيارات من الانحدار الشديد، جبل شاهقة والطريق بدون جدارة تمنع انحدار الشديد. نسأل الله الرحمة للمتوفين و الشفاء العاجل للجرحى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.